الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطرقا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد هذا الخميس في باريس إلى الملفات الأساسية التي ستطرح على طاولة القمة الأوروبية هذا الجمعة في براتيسلافا. فرانسوا أولاند قال إن هذه القمة تنعقد في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة تواجد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضاف أولاند قائلا: أعتقد بأننا يجب أن نتصرف بوعي أمام الوضعية التي تشهدها أوروبا، وكما قلت مرة عدة هي ليست أزمة إضافية وإنما قد تكون أزمة تتعلق بوجودها وبأساسيتها، ولهذا يجب علينا أن نعطي رؤية واضحة للأوروبيين بشأن ماهية أوروبا وحالة أوروبا المستقبلية. وكان الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني قد عقد اجتماعا قبل المؤتمر ضبط فيه الملفات الأساسية التي ستطرح على طاولة القمة الأوروبية، وفي مقدمتها ملفات الأمن والدفاع وتأمين الحدود وملف اللاجئين والنمو في أوروبا.